تعرضت للإصابة في في 2002 إصابة الأولى، يمكن للحظة من لحظات أثرت على عملي كضابط إسعاف، لأنه أنا قعدت تقريبا أكثر من حوالي سنة كاملة وأنا ما بمارسش عملي كضابط إسعاف نتيجة الإصابة، لأنه الإصابة كانت إصابة شديدة في جميع أنحاء جسمي. بعدها رجعت على عملي، بس برضو في نفس الوقت أنه رجعت كمان ما رجعت ضابط إسعاف كمسعف أعمل في سيارة الإسعاف وأقدم خدمتي، اللي أنا رسالة كانت كنت يعني حبيبها وهويها أنه أنا أكون بعمل في المجال الصحي بشكل عام وكمسعف بشكل خاص. يمكن قعدت حق ما يقارب الثلاث سنوات وأنا أعمل كديسباتشر ضابط حركة في مراكز إسعاف الطوارئ، عملت في أكثر من مركز. يمكن هذه الشغلة أثرت علي نوعا ما، لكن زي ما بقولوا ما باليد حيلة، يعني أنه أنا كنت للحظة من لحظات الفترة السنوات هاي كنت جسديا ما عنديش القدرة على أن أركب في سيارة إسعاف وأشتغل كمسعف. الحمد لله رب العالمين، بعد فترة هيك تمثلت بشكل كامل للشفاء واشتغلت مسعف لفترة زمنية. رسالتي لكل شخص بيشتغل في مجال العمل الإنساني والعمل الصحي من قديم الخدمة، سواء في جمعية اللحم الفلسطينية أو في غيرها من المؤسسات المقدمة الخدمة، إنه ما تخلي أي حدث أو أي ظرف ما يخليك توقف مسيرتك وتوقف رسالتك بتضلها مستمرة رغم كل الظروف.